ومعنا أيضا لمزيد من التفاصيل عبر الهاتف الأستاذ ناصر أنديل، أمين عام مساعد حزب التجمع. أستاذ ناصر، برحب بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم. كحزب التجمع، حجم مشاركتكم فيما يدور من تأييد شعبي ويعني حزبي وبرلماني للموقف المصري والقرارات المصرية المصيرية فيما يتعلق بالأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية. خليني أقول لحضرتك إن أنا في لحظة استنفار وطني، يعني الخلافات السياسية فيها تذوب، التنظيمات السياسية جميعا تعمل تحت لافتة واحدة، سواء لتأييد وحدة التراب الوطني والدفاع عن الأراضي الوطنية، أو مساندة ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة آلة حرب جهنمية ترتكب الفظائع والمذابح والجرائم ضد كل الأعراف والمواثيق الدولية والمعاهدات التي تتحدث عن إدارة النزاع أو إدارة الحروب حتى بين الدول المختلفة. عشان كده التجمع منذ اللحظة الأولى أعلن تأييده المطلق ومساندته لكافة الإجراءات التي تتبعها السلطة المصرية فيما يتعلق بالتدخلات المطلوبة لمواجهة هذا الطارئ الإقليمي الذي يمثل أمرا غير مقبول أو مسموح به. ويمكن بالأمس نواب حزب التجمع في البرلمان وقبلها في مجلس الشيوخ كانت كلمتهم واضحة تماما في تفويض السيد الرئيس لاتخاذ ما يراه واجبا فيما يتعلق بمواجهة هذه الأزمة. وقام أحد النواب من الحزب بتمزيق معاهدة السلام المصري الإسرائيلي إذا كانت حائلا دون التدخل المصري لمساندة الأشقاء أو كانت ذريعة لمحاولة المساس والاحتكاك بالدولة المصرية. عشان كده كان موقفنا شديد الوضوح بضرورة التواجد في كافة الميادين المصرية بكافة أضواء الحزب ومسانديه وجماهيره بتقليل رفع الأعلام الخاصة بالحزب في مقابل رفع الأعلام الوطنية وأعلام الدولة الفلسطينية للتأكيد على أننا شعب واحد، قوة واحدة تساند كافة القرارات، نساند ما يمكن أن تذهب إليه الإدارة السياسية للدولة المصرية فيما يتعلق بضرورة الوقوف أمام هذه الحالة غير المسبوقة خصوصا وأنها تدعم بمواقف من دول عديدة كانت لفترات قريبة جدا بتتكلم عن حقوق الإنسان وبتتكلم على انتهاكات التي واجهها البعض حتى لو وصل الأمر لتقليم أظافره، لكنها النهاردة شايفة مستشفيات بيجري ضربها، شايفة كنائس بيجري ضربها، شايفة عزل بيجري هدم بيوتهم وإخراجهم منها وتهديدهم إذا استمروا داخل منازلهم فإن مصيرهم هو الموت، وتخيرهم ما بين الذهاب جنوبا أو القبول بكتابة شهادة الوفاة بالدم. دي أمور كلها لا يمكن السماح بها ولا القبول بها. ويمكن التحركات المصرية حتى الآن أكدت على أن مصر كانت وستبقى هي الحصن الحصين للدول العربية الشقيقة الكبرى التي تضحي بالغالي والنفيس. أنا بكلم حضرتك وأنا قدامي تقرير صادر من الأمم المتحدة بيتكلم عن حجم المساعدات التي رصدت والتي تواجدت عبر جسر جوي من العريش إلى معبر رفح. الآن احنا بنتكلم على أن إجمالي ما قدمه العالم لدعم المواطنين العزل والأبرياء في غزة هو 138.5 طن من المساعدات مقابل 2000 طن من مصر لوحدها. احنا بنتكلم على ان مصر لوحدها مقدمة 15 ضعف لما قدمه العالم اجمع، وده دليل على ان الدولة المصرية بالفعل سواء على مستوى الوقوف المباشر لمساعدة العزل على مستوى التدخلات. يمكن احنا شايفين بشكل كبير جدا التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية على الارض. الامين العام للامم المتحدة موجود حاليا في رفح المصرية من أجل المساعدة في دخول الشاحنات. الأمر مش مقبول استمراره أكتر من كده. يقينا أن أي قرارات ستخرج بها الإدارة المصرية نحن في حزب التجمع نساندها وندعمها تماما، وأي خيار ستذهب إليه الإدارة المصرية فيما يتعلق بمساندة أشقائنا الفلسطينيين سنكون في مقدمة الصفوف من أجل دعم. طيب أستاذ ناصر، يعني هذا الدعم الشعبي الواسع اليوم فيما يعني أسموه جمعة التفويض
إلى أي مدى يعني أتحدث هنا عن التوقيت، أهمية هذا التوقيت لهذا اليوم، إلى أي مدى يعطي ثقة للموقف الرسمي المصري قبل انطلاق أو انعقاد قمة القاهرة للسلام غدا؟ بالطبع هيكون الموقف المصري على كافة الأصعدة واضح لكل المشاركين والدول المشاركة في هذه القمة وللعالم الذي يتابع هذه القمة. خلينا أقول لحضرتك أن التجارب أثبتت أن المواجهة المباشرة مع المحتل الصهيوني بدون مصر هي مواجهة فيها نوع من أنواع الخلل، وأن ظهور مصر في المشهد يكسب الموقف العربي ثقل كبير وينوع ويعدد من أوراق الضغط الموجود. اللي احنا شايفينه من خروج الملايين للشوارع لمبايعة وتأييد وتفويض القيادة السياسية في اتخاذ ما تراه، ده أمر شديد الأهمية، خصوصا أنه بيعزز من قوة الرئيس اللي هو مفروض أنه خلال كم شهر احنا إذا عملية انتخابية تتعلق به، البعض قد يعتقد أن ده بيضعف فرصه في اتخاذ قرارات مصرية تتعلق به سنوات من الاضطراب قد تحدث، لكن التفويض هنا يعطي هذه القوة لأن جموع الملايين التي خرجت اليوم لتؤيد الرئيس تقول بأن قرارات هذا الرئيس معبرة تماما عن الشرعية، وأنه إذا كنا لا نستطيع بحكم الوقت أن ننتظر لإجراء استفتاء شعبي فالملايين في الشارع في حد ذاتها هي استفتاء حقيقي على شعبيته. وفيما يتعلق أيضا بتوقيتها يعني قبيل انعقاد قمة القاهرة للسلام، كيف سيلقي ذلك بظلاله على يعني تعزيز قوة تأثير يعني الموقف المصري في القمة؟ يقينا الموقف المصري كان واضح وأكده السيد الرئيس في أكثر من مؤتمر فيما يتعلق بضرورة وقف العمليات العسكرية فورا، السماح بدخول المعونات، وضع إطار لحل الأزمة على أساس حل الدولتين مع الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، ضرورة تدخل الأطراف الدولية لضمان عدم تكرار هذا الموقف، ضرورة مراجعة السياسات التي اتخذتها عدد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة فيما يتعلق بدعم الموقف الإسرائيلي والقرار الإسرائيلي وتعزيز آلة الحرب الإسرائيلية، وفي نفس الوقت التأكيد على أن محاولة توسيع نطاق العمليات قد يستتبعه حرب تقع فيها المنطقة بالكامل ولا يعلم أحد إلا الله ما هو مصيرها. يقينا ان الاوراق الضغط المصريه للتاكيد على ان الموقف المصري لم يعد يحتمل سكوتا، وان صبر الدوله المصريه قارب النفاذ، وان مصر اذا كان البعض يعتقد بان الفلسطينيين لا يمتلكون اله عسكريه فان هناك اله عسكريه مجاوره مستعده للشهاده بالفعل تترقب قرار رئيسها اذا قرر استخدامها. الشعب بأكمله مستعد للتطوع. أنا بكلمك وأنا قدامي تقارير مهولة عن حجم التبرع بالدم المصريين النهاردة، بيكتبوا شهادات بدمائهم عبر تبرعهم بيقولوا فيها أننا مستعدين لمساندة القرار. على كافة الأصعدة أنا ما شفناهاش كتير جدا، وده بيأكد على عظمة الشخصية المصرية التي تظهر في المحن والشباب. شكرا لحضرتك أستاذ ناصر أنزيل، أمين عام مساعد حزب التجمع، على كل هذه التفاصيل.